للسنة الثانية على التوالي وبعد النجاح الذي حققه الحدث الأول، نظم منتدى قيادة لقائه الثاني تحت عنوان قيادة تتحدث، بمشاركة ملهمين عرضوا تجاربهم وقصصهم على الحاضرين. الحدث جدا مهم، وخصوصا في هذه الأثناء في القصص والأحداث العنف المتواجدة الآن في مجتمعنا والتي تنهش به، يوجد هنالك دائما جانب مشرق الذي نتحدث عنه، وهذا الجانب هو الملهمين الذين سمعتموهم اليوم. ملهمين أتوا من شتى البلاد، من شتى الأماكن، من شتى المناطق في مجتمعنا. دائما مثل هيك مؤتمرات، مثل هيك أحداث، ومثل هيك أمسيات أو فعاليات هي جدا لمجتمعنا مهمة. الحدث الذي عقد في مدينة أم الفحم بحضور العشرات فتح آفاق التحفيز والاجتهاد أمام الجيل الصاعد، فضلا عن شق طريقهم بعيدا عن القوالب المجتمعية التقليدية، الأمر الذي ساهم في تذويته المتحدثون الملهمون. هاي المنصة بتعطي للناس الإمكانية إنه يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على إيش عماله بيعمل كل واحد، وبدون هاي المبادرات ما في إمكانية للعمل كفريق. في نهاية المطاف قصص نجاح فردية عنا بعشرات الآلاف، بس العمل الجماعي بتطلب مننا نعطي منصة ونشتغل بشكل جماعي. سررت فعلا بالحضور والمشاركة، وأيضا يعني أن يكون مثل هذه أن تكون هناك أحداث شبيهة أخرى على هذا النمط، هي مسألة تهم الجيل الصاعد على وجه التحديد، تحفزه على التعلم، تحفزه على الدراسة، تحفزه على خوض الحياة، تحفزه على شق طريقه بنفسه. بينما يعاني المجتمع العربي في الداخل من آفة العنف والجريمة، ولا تلوح في الأفق بادرة لتحسين هذا الوضع القائم، تؤكد مثل هذه المبادرات على أن الجيل الشاب يحاول الأخذ بزمام المبادرة لاجتياز هذه التحديات.